مهرة، مهرة انت معايا؟ ايوه، عملت الواجب بتاعك؟ اسفه يا ميس، ما عملتوش. انا مش فاكره ازاي نسيته. مهرة انت محتاجة تركزي اكتر من كده. حاضر جماعه جماعه جماعه، في حاجه مهمه جدا 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 عايزه اقولها لكم. مهرة في ايه؟ هو انت كل مرة تقطعينا كده؟ سوري ما خدتش بالي، كملوا كلامكم. حبيبتي عملت ايه في المدرسة؟ الحمد لله كله كان تمام وزي الفل. كان عندنا النهارده حصة انجليش، وكان عندنا رياضة. كان عندنا رياضة. ايه ده يا ماما، هو انتي عاملة مكرونة بس مش عاملة جلاش؟ استني هكمل لك. كان عندنا انجليش، لا النهارده كانش في انجليش، كان في رياضة. هو الريموت فين؟ مهرة روحي روقي اوضتك. حاضر يا ماما. انا مش قلتلك روحي روقي اوضتك؟ انتي بقالك ساعة ماسكة الموبايل ومروقتيش، ومش مركزة في اي حاجة حواليكي خالص. حاضر يا ماما، روقها. انا لازم اركز واذاكر انجليش ولا اذاكر رياضة؟ هما يا ترى زعلوا مني النهاردة؟ يا ترى ماما عاملة أكل ايه؟ لا 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 خلاص هركز، قلنا هركز. كتير عندهم ADHD، وده مرض اضطراب الانتباه وفرط الحركة. حاولوا تفهموهم بدل ما تلوموهم.